أنا بصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. أنا بمعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين لحضور حفل لقاء خريجي أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية من بعض الدول الشقيقة والصديقة الذي نظمته قوة دفاع البحرين صباح اليوم بكلية عيسى العسكرية الملكية. فلدى وصول معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى موقع الحفل كان في استقباله سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان وسمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي وسمو الرائد الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة. ورحب معالي بقائد أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية وبخريجيها من الدول الشقيقة والصديقة مؤكدا عراقة الأكاديمية وما تطلع به من دور مميز في إعداد وتأهيل الضباط وتزويدهم بمختلف العلوم والمعارف العسكرية التي تواكب كل المستجدات في المجال العسكري، مضيفا معالي أن الكليات والمعاهد العسكرية تعد رافدا حيويا لدعم خطط تطوير القوات المسلحة. وأكد معالي القائد العام لقوة دفاع البحرين أن قوة دفاع البحرين قد وضعت فلسفة تدريبية نموذجية تعتمد على النهوض بالعنصر البشري فيها وصقل مهاراته ومده بكافة العلوم العسكرية المتخصصة من خلال الكليات العسكرية العريقة إقليميا ودوليا ومن ضمنها أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية، وذلك إلى جانب كلية عيسى العسكرية الملكية، وفي خطوة متقدمة وإضافة نوعية للنهج التدريبي في قوة دفاع البحرين تأسست الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني. وأوضح معالي القائد العام إننا نشاهد اليوم كلياتنا العسكرية بدول مجلس التعاون الخليجي وبالدول العربية تخرج العديد من الضباط المتسلحين بأحدث العلوم والمعارف العسكرية، وأن دور تلك الكليات العسكرية هو بمثابة حجر الزاوية لإعداد وتهيئة أجيال قيادية قادرة على تسلم المهام المنوطة بها بحرفية عالية، كما أن مناهجنا النظرية والعملية نجحت في مسايرة مثيلاتها في الأكاديميات العريقة على المستوى العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، اللواء الركن بول نانسن آمر كلية ساند هيرست العسكرية الملكية، ضيوفنا الكرام من الدول الشقيقة والصديقة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم الثاني مملكة البحرين، وأننا في مملكة البحرين سعداء جدا بوجودكم معنا في هذا اليوم، كما يسرني استضافة هذه النخبة من خريجي كلية ساند هيرست الملكية البريطانية خريجي الشرق الأوسط من الدول الشقيقة والصديقة. واسمحوا لي بأن أطلق على هذه المناسبة اسم الملتقى الأول لخريجي هذه الأكاديمية العسكرية العريقة التي ومنذ عهد تأسيسها عام 1802 ولأكثر من 200 عام مضت وهي تقوم بتخريج القيادات العسكرية الفذة على مستوى العالم، ومنهم ملوك ورؤساء كانوا وما زالوا لبعض الدول، ومن أولئك الخريجين هو والدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله. ومن الكلمات الخالدة لسيدي صاحب الجلالة الذي شرع في بناء قوة دفاع البحرين بعد تخرجه مباشرة، وقال: لقد كانت أكاديمية ساند هيرست وكلية مونز الحربية الاختيار المثالي للحصول على التدريب العسكري الحديث الذي ساهم وبلا شك في صقل وتعزيز معارفنا، كما أنه بقدر اعتزازي بأنني أحد خريجي هذه الكلية فهناك العديد من القيادات البحرينية التي تخرجت من هذه الأكاديمية ويفوق عددهم 110 خريجاً، وهذا ما يميز العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة منذ القدم وعلى مر التاريخ. ضيوفنا الكرام، إن هذا الملتقى بقدر ما يمثله كمحطة للالتقاء واستعادة الذكريات لمراحل التدريب الأساسية لخريجي هذه الأكاديمية بحضور هذه النخب من كافة دول شرق الأوسط. الضيوف الكرام،
آملا لكم الطيب الإقامة في بلدكم الثاني مملكة البحرين والاستمتاع بباقي الفقرات بهذه المناسبة وهذا الملتقى الذي يعزز روح التعاون بين بلداننا والمملكة المتحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد ألقى اللواء الركن بول نانسون آمر كلية ساند هيرست العسكرية الملكية كلمة بهذه المناسبة، بعدها تم تبادل الهدايا التذكارية. وفي ختام الحفل استعرضت الطائرات المقاتلة والعمودية لسلاح الجو الملكي البحريني. حضر الاحتفال اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبد الله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، واللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، واللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله آل خليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني، وسمو الملازم أول الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.